نحن جلسنا مع السيد الرئيس وناقشنا القضايا المتبقية، طبعا بعد إعلان رئيس الجمهورية بالعودة إلى 10 ولايات. نحن الآن اتفقنا على نكون أو نشكل الحكومة في المواعيد يوم 22 شهر 2، بعد يومين من اليوم. سو مبروك عليكم يعني. القضايا الثانية المتبقى نحن في بعده نحن نناقشه، وواثقين جدا أننا بنحلها.